الاستاذ كريم عارف مؤسس حمله لا للحجاب. اتفضل. ايه اللي مضايقك في موضوع الحجاب؟ ايه اللي مضايقني في الموضوع الحجاب من ناحيه ايه بالظبط؟ ليه عملت حمله اسمها لا للحجاب؟ ليه عملت حمله اسمها لا للحجاب؟ عشان من قبل الثوره ولكن الموضوع تزايد بشكل كبير جدا في الثوره، ان مجموعه كبيره من الزميلات من مشتغل بالعمل السياسي كانوا هم اللي فتحوا عيني على الموضوع ده، ان في بنات كتيره جدا مش مقتنعين بالحجاب كفرد او كشريعه او كعاده اجتماعيه، وهو اساسا في مصر عاده اجتماعيه، وكان ليهم مشاكل كبيره جدا متعلقه بالقهر وقهر المجتمع والنظره ليهم بعد ما لقوا الحجاب. عشان كده عملت حمله. ده بالنسبه للشق الاجتماعي. بالنسبه للشق الليبرالي اللي انا بتكلم عليه، هو اساس الحمله اصلا هو منقسم لجزئين. الجزء الاول إن فكر الحجاب هو جزء من ملامح ثقافة وهابية دخلت على مصر معتمدة كلها على السمع والطاعة، إن الشيخ فلان قال كده فيبقى هو ده، مفيش مجال للتفكير، مفيش مجال للنقد، مفيش مجال لإعادة التأويل. أول ما فتحت الحملة كان في مجموعة من الشيوخ الأفاضل ساعدوني كتير جدا، ادوني تأويلات كتيرة جدا كلها بتنفي إن الحجاب مذكور أصلا في القرآن. القرآن الكريم لم تذكر في آية الحجاب إلا آية واحدة تتحدث عن نساء النبي، فبتقول للمؤمنين إذا خطبتوهم فخطبوهن من وراء حجاب. فيما عدا ذلك كل ما ذكر في الإسلام آيات عامة تؤول على الحشمة، تؤول على عدم التبرك، عدم الابتذال، ولكن مفيش آية واحدة صريحة قاطعة تتحدث عن تغطية الشعر. ولكن في الفترة ما بين السبعينات ودخول التيار الوهابي في مصر في عصر السادات، مروراً بالتيار السلفي اللي انتشر في مصر، بقى في عادة مجتمعية ان هو الحجاب هو الدين. بس يعني افرض واحدة قالت لك انا لابس الحجاب مرة شخصية. استاذ رجب خليني اقول لحضرتك انا ضد الجبرية. يعني فكرة الحملة اساسا كانت الدفاع عن الزميلات للمجتمع واهلهم بالاخص اضطهدوهم عشان خلعوا الحجاب. فاكيد انا بحترم اي اخت محجبة فضلت لابسة الحجاب عن اقتناع وده حقها، بل بالعكس انا ضد اي دعوات بتتكلم عن خلع الحجاب جبريا. انا حملتي عن اعاده تفكير في الموضوع. يا جماعه يا ريت نفكر، كل اخت فضل لابسه الحجاب يا ريت تفكر، هل هي فعلا متفقهه في دينها وهي مقتنعه بالايات اللي بتقول ده وعارفه تاويلها، ولا هو بالنسبه لها مجرد عاده اجتماعيه لابساها عشان هي تعود انها تلبسها؟ اي اخت فضله لابساها عن اقتناع اهلا وسهلا بيها، وانا بدافع عنها حتى الموت لو حصل اي محاوله قهريه لخلع الحجاب. انا مع عدم القهر سواء مع خلعه او مع ارتداءه. طيب الحمله بقى لها فتره قد ايه دلوقتي بالظبط بتشتغل؟ بالظبط من 6/2012، يعني سنتين تقريبا. سنتين. في كام بنت او كام سيده اقتنعت بفكره الحمله وقلعت الحجاب؟ في 74 بنت في اخر احصاء النهارده، وفي زياده تقريبا كل يوم. 74 بنت قلعوا الحجاب. بالظبط. وخليني اقول لحضرتك في قصص كتيره جدا 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 لبنات عن معاناتها مع المجتمع ومع اهلها بعد ما خلعت الحجاب، وان شاء الله هيكون في كتاب عن معاناتها والحجاب. هيبقى في مجموعه من القصص الزميلات امروا بيها، قصص كلها واقعيه هتطبق عشان نوري الناس ايه المشكله، وان شاء الله هيكون في مفاجاه ان هيكون في تصدير لشيخ عزيز على قلوبنا كلنا هيصدر الكتاب وهيقول ايه هو راي الدين، ايه اللي مع الحجاب وايه اللي ضد الحجاب. ممكن نعرف اسم الشيخ ده؟ ارجو انه يكون مع الكتاب. طيب اخر سؤال لحضرتك، انت عامل حمله اسمها لا للحجاب، مش خايف من الناس اللي هتقف ضدك وانت بتدعو لخلع الحجاب؟ مش خايف من المشاكل اللي ممكن تحصل لك، تتضرب، تتقتل؟ استاذ رجب انا صورت مع حضرتك قبل كده بعد ما اتضربت من الاخوان في الاتحاديه، فالعمر واحد ورب واحد. تمام، الف شكر لحضرتك. العفو. شكرا جزيلا.